طفيت البوتاجاز؟ لا لسه. طب ما تطفوش، اغلي اللبن الاول. اه عشان الواد يتعشى وينام، وبعدين احنا نتعشى ونشرب الشاي. صح. بتعملي ايه؟ لا 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 لا، سيبي كل حاجه زي ما هي. انا عايزك تشربي الشاي بمزاج، وانا هبقى انضف الترابيزه بعدين. انا تعبتك معايا النهارده. ولا يهمك. المهم نشرب الشاي وكل التعب يروح. ما تيجي نشرب الشاي على الكنبه جوه. اشمعنى الكنبه؟ عشان اصل الكنبه لما تشربي شاي على الكنبه غير لما تشربيه على كرسي. تعالي بس وانت هتعرفي. لا اصل انا لو قعدت على الكنبه هريح. ما هو ده المطلوب، واحنا يهمنا حاجه غير راحتك. يلا يلا. واحنا نهارنا ابيض باين ولا ايه؟ خليك بعيد زي بعضه. دلوقتي القطه هتتمسح فيا. قطه ايه؟ لا ده مثل كان بيقول واحد صاحبي بياع. اشرب الشاي. الواد مين؟ الواد بيعيط، ما انت سامع صوته؟ ما يعيط ولا يتفلق، احنا مالنا، خلينا في الموضوع. موضوع ايه؟ انت قلبك ما فيهوش رحمة؟ أنا جاية لك يا روحي. ما تنام ياض. حرام عليك ما تشخطش فيه. الواد سخن نار. أنا مولع أكتر منه. عندك كانسون ولا كراوية؟ عندي كونياك. كونياك إيه؟ أنت هتهزر دلوقتي، انزل اشتري له. أنزل فين؟ إحنا في نص الليل. جربي معاك كونياك بس هيبقى فل. هتنزل أنت ولا أنزل أنا؟ تنزلي فين دلوقتي؟ المحلة كلها قافلة. عليك الواد هيموت مننا. يوه انا عملت اللي عليا، انا تعبت النهارده، ماليش دعوه. انت ايه؟ ما عندكش مروه؟ ما عندكش انسانيه؟ قلبك حجر؟ ينسون ولا كراوية؟ أصل الواد سخن وعايزة أديله حاجة تهبط الحرارة. حضرتك مين؟ أنا اللي ساكنة فوق. الأستاذ مدحت. أنت مراته؟ أيوه. طب اتفضلي. معلش عشان ألحق الواد فوق. قولي لي الجدع ده اتجوز امتى وخلف امتى؟ انا عارفه يا اخويا. اما قول لي. الحمد لله اللي ربنا اهداه. الحمد لله. انت ازاي جرأت وخبطت على الجيران؟ دلوقتي يقولوا ايه؟ امه خايفه على ابنها. ابنها؟ انت حتى افتكروني مراتك. الله، يعني انا دلوقتي بقيت متجوز ومخلف. الله، هو انت طول ابقى مراتك؟ خلاص، مراتي مراتي. بس نشرب الشاي. شاي ايه بس؟ خش نام. وانا هيجي لي نوم طول ما نفسك في الشقه؟ لو اكلم حد تاني من الجيران. لا ما تخافش، مش هكلم حد تاني خالص. بس خد الجواب ده، حطه في ظرف واكتب عليه العنوان ده. هبعته مسجل ومستعجل. لازم نخلص من الواد ده. اسكت، ده صعبان عليا قوي. يعني انت هتطلعي احن عليه من اهل ابوك؟ اصل ابوه كان غضبان مع اهله ومقاطعهم، واتجوز ماجدة من غير علمه، ويمكن لحد دلوقتي ما يعرفوش انه مات. حلو، حلو قوي قوي قوي. يعني هما ممكن يرفضوا ياخدوا الواد، يقولوا ما نعرفوش ولا نعرف امه، ونتدبس احنا فيه. لا، ما هي سايبالي في شنطتها قسمت الجواز وشهادة ميلاد الواد. يمكن الجواب يستعطفهم يساعدوها بحاجة. دي كانت بتقول عليهم ناس غني قوي. وانت هسمعوا كلامك بصفة ايه؟ ما انا كتبت الجواب عن لسانها هي، ومضيت ماجدة سليم، وحطيت عنوانها هي. ربنا يستر. مش عايزه اي حاجه تانية؟ ولا ايه يا مدحت؟ هات لي الحاجات دي معاك. ينسون، كوافيل. كوافيل دي حقن؟ لا، كوافيل للاطفال. كوافيل الاطفال، كراويه، دواء مغص، بودره تلج. ايه ده كله عشان الواد؟ استنى،
تقلقش، احنا لازم نتعاون مع بعض. تنسيش برضه ان انا راجل البيت، ها؟ لما عاوز حاجه هقول لك. انا على العموم هفوت على ماجده في المستشفى، وانا راجع هجيب الغدا معايا. تحب تتغدى ايه؟ اللي يعجبك. مع السلامه، ربنا يفتحها في وشك. حلوه قوي قوي، ربنا يفتحها في وشك دي، ها؟ جديده. انا كنت اسمع امي تقولها لابويا الله يرحمه. أنا أمي بقى كانت تبوس أبويا الله يرحمه. مع السلامة بقى، يلا. الشاي اللي أنت عاملاه مش هو، ما تيجي أعمل لك كوبايتين شاي عجب. لا أنت هتأخر كده على الشغل، يلا يلا بلاش ده، يلا يلا. أنت مالك نايم على روحك ليه كده النهارده؟ أعمل إيه يا أخي؟ الواد تعبني أوي إمبارح. واد؟ واد مين؟ لا الحكاية طول شرحها. بقول لك ايه؟ نعم. شوف لي معاك 10 جنيه. ابعد عني، انا راجل متجوز ورايا مسؤوليات. طب انا كمان ورايا مسؤوليات. مسؤوليات ايه؟ ما تكونش اتجوزت من ورانا. اتجوزت وخلفت، وان شاء الله النهارده اشرب الشاي يا طلق. انت بتخرب بتقول ايه؟ بقول لك يا عباس. نعم. لما الواد ابنك يفضل صاحي وانت عايز تنفرد بالجماعه بتوعك بتعمل ايه؟ ابدا، بقعد العبه. انت تقعد تلعبه؟ يعني انا اتجوز عشان اقعد العب الواد؟ ده امتع حاجه في الجواز. يا سلام. لا يا عم افتح الله، مش هتجوز. اهلا يا مدحت. ازيك يا زوز؟ تعالى سلم على طنط. طنط مين؟ طنط اللي جبت منها اليانسون امبارح. وجاي تعمل ايه؟ جاي تطمن على الواد. على الواد؟ اه. استأذن انا بقى. ما لسه بدري يا طنط، ما انت قاعد، ما تباتي معانا النهارده. الله يخليك يا ابني، وانت اوعي تنسي زي ما قلت لك، اوعي تصبري على الولد. حاضر يا طنط. عن اذنكم. مع السلامه. مع السلامه يا طنط. والله انا رايي تروح تجيب الافندي وتباتوا معانا انتوا الاثنين هنا احسن. انت هتعملي لي استقبالات في البيت؟ كتر خيرها، الست نورتني. نورتك يعني ايه؟ يعني فهمتني. انت تتغدى بسرعة وننزل على طول. ننزل نروح فين؟ اصلها بتقول ان الواد مش طبيعي ولازم نعرضه على الدكتور. هو احنا ما رناش حاجة غير الواد ده يا جدعان؟ حرام عليك، ده زي اليتيم. انت ايه؟ ما عندكش مروة؟ ما عندكش انسانية؟ قلبك حجر؟ لا حجر ولا سفنج، بس نشرب شاي. انت عليك عفريت اسمه شاي؟ يلا عشان نلحق الدكتور. ما انا بقى بصراحة لازم اشرب شاي. اشربه في العيادة. عيادة؟ هشرب شاي في العيادة؟ اه. مش عايز شاي ولا زفت. شاي ايه يا اخواتي ده اللي عايز يشربه ليل ونهار؟ انت بترضع الولد ده من صدرك؟ لا. ليه لا؟ خايفة على جمال صدرك؟ اصل اصل ايه وفي اصل ايه؟ انا مش فاهم طبع الجيل ده ايه؟ انتوا فقدتوا الامومة؟ مفيش انسانية؟ مفيش رحمة؟ يا دكتور الولد ده عنده تلبك معه من لخبطه الاكل. انا كاتب له هنا على لبن محدد ما يتغيرش، والدواء ده ياخد منه 3 مرات في اليوم. مفهوم؟ حاضر. انت بتضحك على ايه؟ لا اصل دكتور. وانت كمان غلطان، لازم تساعدها بتربيه الولد وتاخد بالك من اكله. ده ابنك برضه، انت بنيتك ايه؟ ما عندكش احساس؟ بتضحكوا على ايه؟ واخدين الحكايه هزار؟ لما انت مش قد الخطوه بتخلفوا ليه؟ اتفضل. طب الدواء ده حل ايه في الاكزخانات؟ ان شاء الله مع انك لقيته، اتفضلوا. كتكوا القرف، مع السلامه. اللي بعده. لسه بتضحكي؟ حقيقي حكايه تضحك. الواد ده جاب لي التهزيه وانا كنت خلفته ونسيته. هو انت تعرف تخلف زيه؟ انا لو كنت اتجوزت كنت خلفت 100 واحد اجدع منه. طب افتح ودخلي للواد يستهوى. اطلع على الاجزخان عشان نجيب دواء للواد. طيب. وما تدخلش في العربيه احسن سر الواد يتعب. طيب. الواد 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 ما نشوف اخرتها ايه مع الواد. لذيذ.
بسكوتة بالسمن والسكر والعسل السلياقوسي، بس يا خسارة طلع السخنة لسعت لساني. الله، ما انت شاطر اهو. عجبتك قوي. طب حط الشاي على النار. حالا. اديك انت بقى اكلت ولعبت وخدت الدواء، يلا بقى نام علشان نعرف نشرب الشاي. عزة يلا، انا عملت الشاي. طيب يلا احسن الشاي يبرد. مش مهم، اصلا انا هنام. تنام يعني ايه؟ قلت لك مش عايزه. مستحيل بقى، هتشربي الشاي. انا هتشرب الشاي. وطي صوتك، لا تفزع الواد. ما يتفزع ولا يتنيل، وانا اتعب روحي واعمل شاي وتيجي انت في الاخر تقولي لي لا؟ بره، خلي الواد ينام. مش طالع، هو الواد هيتحكم فيا ولا ايه؟ انت ما عندكش مروه، ما عندكش انسانيه، قلبك حجر. لم لساني، انا بقول لك ولا استحملت كتير. انت لو جوزي كنت قطعت رقبتك، وانت لو مراتك كنت رميتك من الشباك، انت والمفحوص بتاعك ده كده. طب انا بقى مش قاعده لك في البيت، وهاخد الواد وعيش في شقه امه. في الستين ده استنى مجنونه راحه فين؟ الدنيا ليل. اوعى تسيب ايدي يا عز. عقلي انت وارجع شقتك. طب تعالي بس هنتفاهم. سيبني، انت هتسيبني ولا ارقع بالصوت؟ يا عز عقلي. ايه في ايه يا جماعه؟ عجبك الفضايح دي؟ انت لو كنت خايف من الفضايح ما كنتش عملت اللي عملته. استغفر الله العظيم، حصل ايه بس يا جماعه؟ ما حصلش حاجه يا عم الحاج. لا حصل بقى، ولو سمحت ابعد عني. رايحه فين يا بنتي؟ ده راجل ما يتعاشرش. لو ما لميتيش لسانك هكسر دماغي. تكسر دماغ مين؟ طب وريني بقى هتكسرها ازاي؟ يا بنتي اخذي الشيطان، ده برضو جوزي. جوز مين؟ ده لا ينفع جوز ولا اب، ده اللي قال عليه راجل ظالم. سامع يا عم الحاج؟ اهدى يا ابني، خلي بالك طويل، دول ناقصات عقل ودين. خلاص انا مش عايز اخليها تمشي. لا لا لا، تعالوا عندي نتفاهم. نتفاهم على ايه؟ انا لا يمكن ارجع شقته تاني. خش امال، ما تبقيش دماغك ناشفه. يلا يلا يا راجل امال، يلا تعالى وقت الشيطان. عجبك اللي بيحصل ده يا عمي؟ قول يا راجل. بقى كل خناقك ده على شاي. تقول ايه يا عم الحاج؟ اللي تعقل بقى. اشمعنى بقى دلوقتي بتشرب الشاي؟ مزاجي بقى. خلاص بقى يا ام اشرف، اديكوا شربتوا الشاي وصفيتوا. يلا يا ولاد، بصوا على راس بعض، يلا وروحوا على شقتكم من غير ما تروح بقى. ودي راسك يا ستي. اوعى كده. خلاص بقى، ما هعمل حاجه. بقول راسك بقى. بص بقولك اوعى. شوف بتعملني ازاي يا عم الحاج. اسمع الكلام واقعد. يتمنعن وهن راغبات. شنطة اشوف. ممكن تخش تبات في اوضتك؟ لا خليك انت في الاوضه، انا احسن الولد يبرد. متشكره. تصبح على خير يا اشرف. مش هتفطر؟ لا.